بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما ظبطنا البرودكت ليست للادابتر بتاعي، عايز اخش على كود واقول له انا عايز ابرمج الجيت فيو. الفيو هيتم ازاي؟ العرض هيتم ازاي عشان احط كل اليمنت في الفيو الصغير اللي هو الايتم، وبعد كده يبدا بيتريبيت معايا مع كل ايتم موجود عندي. فقلت له ماشي، احنا في الاول انا عملت خلاص، هي جبت الجيت فيو، مسحت الكود اللي هو موجود فيها، وناديت عملت فاريبل سميته انفلاتر عشان ده اللي هيرسم الاليمنت جواه. قلت له روح على الكونتكست اللي هو جاي من فوق في الاري ادابتر دوت لاي اوت انفلات، عشان هانفلات عليك ايه؟ اليمنت. والاليمنت ده عباره عن ليست فيو ايتم اللي هو اول ايتم، كل ما يكون الداتا اللي فيه واحط البيانات عليه انفلات خلاص. فقلت له الليست فيو ايتم عباره عن فلاتر دوت انفلات، هينفلات ايه؟ قلت له روح على الار دوت لاي اوت دوت الايه الايتم بتاعي اللي هو اسمه برودكت ايتم، فهيعرف ان هو هينفلات الايتم ده. هينفلاته فين؟ هينفلاته في الايه؟ في الليست فيو كلها. كل ما يكمل والداتا بتاعته تيجي يقوم حاطط. طب قال لي طب في جروب؟ قلت له لا مفيش جروبس، يعني مفيش جروب جواه ايتمز. واتاش ترو تحطه للرئيسي على طول، ترو احطه على الرئيسي على طول. ده كده كان الايه الليست فيو ايتم اللي انا عايز انفلاته. عرفته هو فين ومش واحطه في ملوش يعني جروب، وعلى الروت الرئيسي على طول. طيب ده الليست فيو ايتم ذات نفسه، الايتم ايتم. الايتم ده في عنصرين كنا حاطينهم، النيم تكست فيو والديسكريبشن تكست فيو الاثنين. فانا عايز ادور جوه الايتم ده على الايه التو اليمنتس دول، التو فيوز دول. فقلت له عرفت نيم تكست فيو، قلت له روح على الليست فيو ايتم اللي انا عرفتها دي، وهتفايند جواها بالاي دي على التكست فيو، هتروح على الار دوت اي دي دوت ايه النيم تكست فيو. قال انا عايز امبورت التكست فيو، عملت له امبورت للتكست فيو بتاعتي، قلت انتر، واخد كده كوبي من ده بيست، واقول له بقى نفس الكلام هعمله في الديسكريبشن. الفيو عندي الواحد ما فيهوش غير الديسكريبشن والنيم. قلت له ديسك تكست فيو، ده هيجي من الديسكريبشن تكست فيو مش التكست. ماشي كده عندي النيم اديت تكست فيو، وعندي الايه الديسكريبشن تكست فيو، عرفتهم وصلت لهم من جوه الايه جوه الليست فيو ايتم. حلو تمام. هعرف بعد كده حاجه اسمها البرودكت، البرودكت ذات نفسه، وده هيجي من البرودكتس اللي عندي اللي هي الليسته. بس اوف خد بالك ان جيت فيو اصلا بتديني البوزيشن. فقلت له البرودكتس ايه البوزيشن؟ ليه اصلا جيت فيو اول ما تيجي تعرض اي فيو هو اصلا اوتوماتيك بيبقى عايز يقول لك انا عايز بوزيشن زيرو، فيبقى عارف بوزيشن واحد بوزيشن اثنين بوزيشن ثلاثه بيبقى عارف. فقلت له روح على برودكتس بوزيشن زيرو، راح كده على الليمت في البوزيشن زيرو او واحد او اثنين او ثلاثه على حسب البوزيشن. اقول له بقى روح بقى على النيم تكست فيو دوت تكست اللي هو موجود دلوقتي، هتروح على البرودكت اللي هو في البوزيشن اللي انت بتتكلم عليه، هات لي منه النيم، شوف انت البوزيشن اللي انت بتتكلم عليه. نفس الكلام بالظبط مع الديسكريبشن، اقول له روح على الديسكريبشن تكست فيو دوت تكست، روح على البرودكت وهات لي منه الديسكريبشن. طبعا نفس الاسلوب، ممكن اجيب اي حاجه بقى الايمج يو ار ال بتاع مش عارف ايه كل الكلام ده كل واحد. فانا كده جبت الاثنين، جبت الاليمنت اللي هو البوزيشن وجبت النيم منه والديسكريبشن وحطيتهم في التكست فيو، حطهم هما الاثنين في التكست ايه؟ في التكست فيو. اصبح التكست فيو ده الاولاني مليان والثاني مليان. طب الليست فيو ايتم كده كمل، الليست فيو ايتم الواحد كده كمل تمام. هقول له انا عايزك بقى ترجع لي التكست فيو ايتم ده تريتيرنه ليه، هو ده اللي انا عايز اوصله. فكده انت ايه وصلت للليست ايتم، الليست فيو ايتم الواحد وكونته وجبت الداتا بتاعته وحطيتها له وقلت له خد خلاص كده في ايتم كمل، كده في ايتم بالنسبه لي ايه كمل. فالمين اكتيفيتي، المين اكتيفيتي في الفيو برودكتس، هكتب بس الكود بتاعها المنساه، الزرار بتاع الفيو برودكتس لما يروح يوديني للشاشه اللي هي فيو برودكتس اكتيفيتي اللي انا عملتها الثانيه. فعرفت بانتنت وقلت له انتنت بيساوي على طول انتنت، وهقول له ان انا فيها ذس اللي هي شاشه المين اكتيفيتي، ولما يروح عايزه يروح على الفيو برودكت اكتيفيتي بتاعتي. فهقول له ابلكيشن كونتكست كوما لا جوه الكوس كوما، هقول له روح على الفيو برودكتس اكتيفيتي كولون كولون كلاسيكو جافا، خلاص بكده عرف من فين لفين. وهقول له بقى ستارت اكتيفيتي عشان الانتنت لما ندوس عليه يودينا للشاشه اللي احنا خلاص كوننا الفيو بتاعها تمام. قلت له ستارت اكتيفيتي على الانتنت بتاعتي تمام كويس جدا. برودكت ليست، وكده احنا خلصنا الكود بتاع الجيت ايه الجيت فيو زي ما احنا ايه شايفينه مع بعض. نكمل ان شاء الله.